وبعد سداد جميع الديون المختلفة على السيد عبد الحي بدراوي في انجلترا وسويسرا ودولة تشيك ومصر، لم يتبقى من ثروته إلا فيلته المطلة على البحر الأحمر، ويستحق ورثته أن يقتسموا الفيلا بمحتوياتها كاملة. وبما أنه لم يتبقى من ورثته وبعد التحريات أي شخص إلا الأستاذ أحمد عبد الحي بدراوي، فالفيلا بمحتوياتها تصبح من حقك أنت لوحدك يا أستاذ أحمد. اتفضل امديلي هنا من فضلك. الله يرحمه بقى. ألف مبروك، ألف مبروك يا أحمد. هتعمل إيه دلوقتي؟ والله ما أنا عارف. عامة أنا شفت لك شغلانة كده هناك تمشيك لحد ما تقدر تتصرف. اتصل بالرقم ده أول ما توصل. ابن أختي عايش هناك وهو هيقوم بالواجب. أشكرك. يلا ها أنا ماشي. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة يا أستاذ. ألف سلامة. مبروك يا أحمد، ألف مبروك يا ابني. فرجت، فرجت والحمد لله. هو انت؟ خش تعالى 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 اتفرج. اتفرج على ايه؟ تعالى بس. عارف دي شقة مين؟ مين؟ بس ده مش هو. هات بقى كفاية عليك كده. مش انت بتصور؟ ميزو صورت الحمامة؟ مش انا ورست؟ يا عم ورست ايه؟ انت ليك اهل اصلا. والله العظيم ورست. طب خد انت ريست شويه. اوعى. فيلا على البحر الاحمر. ايوه ايوه يا اخي. حلو الواحد لما يبقى عنده قرايب اغنياء قوي كده. ولما هم اغنياء قوي كده ما وستش منهم غير شقه. فيلا يا ابني فيلا. دي الفيلا بتاعت الباشا. باشا مين؟ الباشا ده كان احسن زبون عندي الصيف اللي فات. قصدك المرحوم؟ مات؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. مات إزاي؟ معرفش. طب ده كان بيديني وقت بالساعات أركب الكاميرا وأعمل شاي وأشربه وهو لسه. وهو لسه إيه؟ هو المرحوم كان بيعمل حاجة تانية. ألف رحمة ونور عليه. كنت بتصوره وهو في أوضة النوم؟ بس في أوضة النوم، في كل مكان في الفيلا. طب ده الفيلا دي أنا حافظها شبر شبر وست ست. يا نهاري السويد، كل الفيلا دي بتاعت أنا؟ ياه دي حلوة قوي. فين أيامك يا باشا؟ انت بتصوره منين؟ من الجنينة. حاسب حاسب حاسب. ايه ده؟ تعالي. يخرب بيت. بص ده انتوا فضيحة. ده اكل عيش يا ابني، اكل عيش. انا رايح للسمسار. كتخيبة. صور يا ميزو صور. عم سيد ادخل. هو انت؟ ده انا دخت عقبال ما لقيتك. وانا كمان دخت من الهاموك ده. من ايه؟ الهاموك. ما هو ده اسمه هاموك. هو ده مكتبك؟ فريلانسر.
يعني سمسار حر. الله ينور عليك، والله اني قلبي انفتح لك، وبعيني اساسا قلبي مفتوح لكل الناس. الله ينور عليك يا احمد بيه. انت عرفت اسمي ازاي؟ من ساعه المرحوم ما مات وانا مستنيه. هي الحكايه دي مشهوره قوي كده هنا؟ امال الله يرحمه بقى، عمري ما تخيلت انه هيموت. كان بيجي هنا كتير من سنه للسنه، بس لما كان بيجي كانت البلد دي بتنتصب. بت ايه؟ بتنتصب، بتلعلع. بس المرحوم كان غاوي. عارف عارف. المهم انت هتبيع ولا هتأجر؟ بيتهيألي أجرها الأول لغاية ما الاقي بيعة كويسة. أنا هأجرها لك لو في العراق. أنا متعلم، أنا خريج الفريتش كانسر. والله أنت باين عليك راجل طيب. طيب العمولة كام؟ مش هنختلف يا عم سيد. ما تيجي تشتغل عماية، جيب لك لفتوف تعيش حياتك. لا كتر خيرك، أنا في ناس طيبين جابوا لي شغلانة هنا كويسة. الشغلانة دي هتعيشك هنا؟ محدش يعرف إيه المكتوب يا عم سيد. أنا اسمي أحمد عبد الحي، كل الناس بتقول عليا إنسان طيب. ما علينا، ابن أخت المحامي لقالي شغلانة في أكبر فندق على البحر الأحمر، بس مكتبي جنب الطباخين على طول. كتر خيره. الموظفين اللي في الفندق زي ما انتوا شايفين مقطعين بعضهم شغل، خصوصا الأستاذ عزت الله يكون في عونه. وطبعا لانه عارف موضوع الفيلا ابتدى يطلب مني اننا نكمل شغل هناك بهدوء. Oh, you.
قفشتك. انا اسف بس انت صوتك حلو قوي. انت بتغني هنا كل يوم؟ لا في الويك اند بس، الصبح بشتغل في الريسبشن. هنا في الاوتيل؟ انا كمان بشتغل في الاوتيل. امال زي عمري ما شفتك. بدخل دايما من الباب الوراني، بشتغل تحت في المطبخ. انت بتطبخ كويس؟ بيض بالبسطرمه، فول بالبيض، عسل وطحينه. بس بقى جوعتني. بتحب الفطير؟ انا ماسك حسابات الروم سيرفيس تحت في المطبخ. قبل كده كنت ماسك الحسابات في ورشه نجاره، وقبلها حسابات عند سمكري عربيات، وقبلها حسابات في مصمت وجمعيه استهلاكيه ومقلب زباله. هي زباله فيها حسابات؟ الحسابات هي اللي كلها زباله، علشان كده ما كنتش بقعد في مكان اكتر من شهرين ولا ثلاثه. يعني انت زي الناس التانيه اللي بيمشوا حالهم. للاسف لا. كلي الاول وهي سخنه. انت مش هتاكل؟ والله فتحت نفسي، هاخد حته صغيره. انت بتغني من زمان؟ انا بحب ارقص واغني من وانا قد كده. انت بتعرف تغني؟ انا يا ريت. حلو الواحد والله لما يكون بيعمل حاجه هو بيحبها. انت طبعا نفسك تبقى مطربه كبيره ومشهوره. يا ريت بس والله ما عشان الشهره. انا كل يوم قبل ما انام بتخيل نفسي بغني في ستاد كبير والناس كلها بتغني وترقص معايا. بصراحه اللي يشوفك في الكلوب لا يمكن يصدق انك بتشتغلي على الريسبشن. ليه هو غلط؟ بالعكس انا بس مستغرب. مش انت لوحدك، كلهم بيفتكروني عشان بحب اغني. انا لازم اخرج واسهر واشرب زيهم. والله برافو عليكي. مش انت مقتنعه باللي بتعمليه؟ جدا. خلاص ما يهمكيش حد. انا على فكره عمري ما شفت حد زيك. ازاي يعني؟ مش عارف. اقول لك اعتراف؟ انا اول مره اروح اكلم حد ما اعرفوش. بجد؟ بجد. مش عارفه ليه حسيت انك انسان كويس قوي. انا مش كويس قوي زي ما انت فاكره. مش باين عليك. امال باين عليا ايه؟ باين عليك انك انسان بسيط وكويس قوي. تعرفي ازاي؟ من عينيك. انا ما بيعجبنيش الناس اللي بتقعد تتمنظر بفلوسها. يعني هو عيب ان الواحد يبقى غني؟ طبعا لا، بس عاده الفلوس بتغير الناس. انا بقى في الفقر، مفيش بعد كده. طيب ممكن ادفع معاك؟ عيب، انا مش فقير قوي كده. انا لازم اكون على ريسبشن الساعه 7:30. تحب اوصلك؟ لا ما تتعبش نفسك، انا واخده على كده. يلا. نور دي صاروخ مش كده؟ جامده طحن. اه فعلا الطف واحده هنا. كلنا حاولنا معاها، هي فاكره نفسها مين؟ مش يمكن تكون بنت من نوع تاني غير اللي حضرتك بتعرفهم؟ بص ابو حميد، كلهن عاهرات والشريفات من هنا ناقصات فرصه. نعم يا استاذ عزت، حضرتك كنت عايزني؟ طبعا عايزك، علشان الغلطه الفظيعه اللي شايفها قدامي دي. بس يا استاذ عزت، مع اني لسه كاتب مذكره لطارق بيه بخصوص موضوع نقلك لخدمه العملاء. انت بتعملي حاجه النهارده بالليل؟ انت بتتكلم جد؟ انا هكتب مذكره تشرح لحياتك اللي حصل وهبعت نسخه لطارق بيه. طبعا انت عارف ان انا كنت بهزر مش كده؟ بعد اذنك. ابعد عني. بعدين معاكي، احنا هنفضل نعمل كده بس طول الوقت لما نتجوز. يا ستي ما قلتلك هنتجوز. ابعد عني بقى. انتي جننتيني، مش انتي اللي رضيتي تيجي معايا هنا؟ هو انا عشان بحب انام في حضنك معناها انا لازم نعمل كده؟ بس انا كمان راجل وليا متطلبات. اه متطلباتك دي روح شوفها في حته تانيه مش معايا انا. انتي مش قلتي هنتجوز؟ لما نتجوز. فرقت ايه؟ ما احنا تقريبا بنعمل كل حاجة. خلاص مش هقرب منك تاني. انت مش قلتي مش هتقربي مني تاني؟ انت عايزة تجننيني. انت اللي هتجنني. يوه يلا نمشي.
لا انا عايزه اقعد في البلكونه شويه. ما بلاش فضايح بقى. ايه خايف من مراتك؟ انا مش خايف من حد، بس مش عايز اعمل مشاكل لحد ما الموضوع ده يخلص. انت فعلا هتطلقها؟ طبعا. طب وولادك؟ هي دي الحاجه الوحيده اللي مضايقاني في الموضوع كله. هتعمل ايه؟ هتصرف. هم خلاص كبروا. انت راجل اناني. اناني عشان بحبك. انت ما بتحبش الا نفسك. مش صحيح. حيوان. وانتي احلى حيوان انا شفتها في حياتي. انت ما بتحسش. بقولك ايه، انا همشي. مراتي. هي بتعرف كل مره انا فين ازاي؟ بس انتي بتقولي لحد انا باخدك فين؟ طبعا لا. اعمل ايه دلوقتي يا احمد؟ يا احمد قطعت نفسي يا اخي. انت عارف طبعا ان اخوك عزة بتاع الاخبار الحلوه. ها خير يا استاذ عزة؟ طارق بيه يا سيدي، عايزك في مكتبه النهارده. صحيح انت مش كنت عايز تشتغل في الريسبشن؟ دلوقتي بالذات مش هنسهلك يا استاذ عزة. خلاص يا عم خلاص. اصل طارق بيه ده انسان كويس وحبوب، انت لو عرفته وصاحبته كده مش عايز اقول لك هتموت فيه. طب تفتكر اطلع له الساعه كام؟ انت روح بس للسكرتيره وهي هتحدد لك ميعاد مع النهارده. مش عارف اقول لك ايه يا استاذ عزة. ما تقولش حاجة يا عم، ما تقولش حاجة. مردودة مردودة، بس خلي بالك من طارق بيه واوعى تزعله. ها سلام. انت بقى الاستاذ احمد؟ ايوه يا طارق بيه. سمعت انك عايز تنقل الريسبشن. يا ريت. بس انا بتجيلي تقارير غريبة قوي عنك يا استاذ احمد. ازاي؟ يعني بسمع عن حفلات كتيرة بتحصل في الفيلا بتاعتك، وبيقولوا لي انها فيلا حلوة ودمها خفيف. هي دمها خفيف فعلا بس واسعة عليا شوية. طب يا اخي مش تبقى تعزمنا على حفلة من حفلاتك الحلوة دي؟ ده انت تتشرف يا طارق بيه. انت سمعت عن الفيلم الجديد بتاع جينيفر لوبيز؟ سمعت انها حاجة عظيمة قوي. طب وين النظام؟ فندم؟ مش عايز تروح السينما النهاردة؟ أنا وحضرتك؟ يا احمد انت مش مركز معايا خالص. بقولك يا اخي بعزمنا على حفله من حفلاتك الحلوه دي النهارده مثلا. طب والسينما؟ لا الحقيقه انا عندي عميل مهم قوي ولازم اهتم بيه شويه، وانت عارف السينما زحمه قوي ودوشه. فيلا فيلتك يا طارق بيه. هي السينما بتخلص الساعه كام يا فندم؟ متاخر متاخر قوي، ولازم تحضر الفيلم كله للآخر، وأنا مش هنساك. أنت قلت لي عايز تتنقل فين؟ في الريسبشن يا فندم لو ممكن. أوكي. بس أنا مش عايز حد يعرف حاجة خالص عن الموضوع ده. أنت عارف ده عميل مهم جدا والشغل أسرار. طبعًا طبعًا أسرار يا فندم، بعد إذنك. استنى. نسيت التذاكر بتاعتك. شكرًا يا طارق بيه. أنسة نور، أنسة نور. أنا مش قصدي، بس أنا شايف إنك أجمل وألطف واحدة في الأوتيل. في الأوتيل بس؟ أجمل واحدة في العالم. طب على الأقل مفيش وقت عندك نتكلم شوية؟ ممكن، بس شوية صغيرة. احكي لي كل حاجة عنك. عايز تعرف إيه؟ كل حاجة، من أول برج السرطان. أنا لازم أمشي، أحسن اتأخرت. أنا النهاردة أسعد إنسان في الدنيا. صحيح؟ صحيح. باي باي. أنسة نور؟ أحمد؟ بتعمل إيه هنا؟ معلش بقى عندي ميعاد. ميعاد مهم؟ يعني بس ممكن أوصل. مع العجلة؟ لازم أجيب عجلة كبيرة عشان أقدر أخدك قدامي. أقول لك اعتراف؟ أنا كنت مستنيكي مخصوص. عارف. عارفه انا نفسي في ايه؟ نفسي تغني لي لوحدي في مكان رومانسي. تكلم جد؟ جد جدا. كسر.
تعرفش باللي جرالي ميل عليا كده 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 انت احمد عبد الحي؟ اي خدمه؟ ممكن اشرب معاك فنجان قهوه؟ ايوه طبعا قهوه يا منعم بسرعه لو سمحت. تحت امرك يا فندم. منعم. ايوه يا فندم. مين المزه اللي هناك دي؟ دي واحده جايه لاحمد وطلب لها قهوه. اه هات لنا القهوه دفعه ثمنها. ها السجاير في المطبخ ممنوعه يا فندم. هيعملوا ايه؟ هيقبضوا عليا؟ في مفتاح عندك يخصني. حضرتك كمان عايزه المفتاح؟ حد تاني سالك عليه؟ مفتاح فيلتي؟ لا ما تخافش، مفتاح تاني اهم. افتكر عز بيه يقدر يساعد حضرتك اكتر مني. اصل منعم كان مشغول قوي بيقرا الجورنال. انت عارف حضرتك احنا هنا بنحاول ندفع اللي بيشتغلوا معانا للثقافه والعلم والمعرفه والطول والعرض والشعر. مرسي. ده انا اللي مرسي يا فندم. اوت حضرتك مظبوطه مش كده؟ ممكن نتكلم انا وانت على انفراد؟ طبعا يا فندم طبعا. يا احمد شوف المدمزيل عايزه ايه ولو في اي مشكله اطلبني حالا، انا واقف بره. ها واقف. تحت امرك يا عزب بيه. لا مش هينفع الكلام هنا. ليه؟ هات قلم. دي نمره موبايل، كلمني كمان ساعة بالظبط. ايوه يا اشرف، مش عايز تروح سينما؟ سينما ايه يا عم؟ انا عندي تصوير حفلة خاصة النهاردة بالليل. عندك تصوير حفلة مين؟ خالد بيغ وراب. طب كويس، يعني هتأخر بالليل. يمكن ما ارجعش خالص. طب انا اروح واخد ميزو معايا. يا بيه احسن، ده اتفرعن اول يومين دول وقال ايه يا سيدي بياخد الدبل بره مصر. هو البحر الاحمر ده مش في مصر. طب اقنعه بقى، ابوس ايدك. مع السلامه. يلا ننزل البحر. فكي، ما بحبش اي زيادات. فكي.
بقى، مش معقوله الكلام اللي يسمى البدن ده كل يوم. يا بنتي ما هو مش معقول كده كل يوم خروج. الناس دي عينها زيها وانت حلوه يضحكوا عليكي بكلمتين. انا عارفه انا بعمل ايه كويس، سيبيني في حالي بقى يا ماما. ممكن استلف التكلفه دي بتاعتك؟ نرمين بطلي تستعملي حاجتي. ممكن موبايلك؟ لا نرمين، الكارت هيخلص. بتعمل ايه يا ابني؟ يلا اتأخرنا. انا خلاص رتبت كل حاجة. كل حاجة؟ كل حاجة. انتي قصدك موضوع طلاقي؟ انت مش بتقول كل حاجة. الموضوع ده منتهي، انا بحبك انتي. خايفة يا طارق. خايفة من ايه؟ خايفة منك. خايفة مني انا؟ انا بجد عاوزك. هو انا وحشة؟ انتي وحشة عشان مش بتحبيني كفاية. عايزني اعمل لك ايه اكتر من كده؟ انتي عارفة. طب يلا نقوم كده هنتأخر. عندك حق. متر، ايوه يا باشا والله في السكه يا خالد باشا، في مسافه السكه اكون عند حد. معلش يا باشا راحت عليا نومه والله. لا يا باشا ظبط والله، بس اصلها نومه تقيل. والله فضل يا باشا يرن ساعه والله. انا خلاص انا ركبت العربيه اهو اهو يا باشا اهو اهو والله. مسافه السكه اكون عند حضرتك ان شاء الله يا فندم. والله اهو يا فندم اهو اهو اهو. مين دول؟ السكة والله يا باشا. لا جاي حضرتك على طول، مسافة السكة والله. إلا يا باشا هو احنا كنا اتفقنا على كام؟ طب ما تحضرها شوية يا باشا، أنا بصور مواقف. مين دول؟ كلمني كمان ساعة بالظبط. انت مش كان المفروض تكلمني امبارح؟ الورقة ضاعت. بتخلص شغل الساعة كام؟ النهاردة؟ الساعة 4. هكون مستنياك بره في العربية. هما لحقوا يتخانقوا؟ هما بيحبوا النكد، فكرني بمراتي. هي مراتك حلوة كده؟ في النكد كده. أكلم طارق بيه والنبي؟ في الجيم؟ طيب متشكر أوي. صباح الخير يا طارق بيه. أهلا، صباح الخير. أرجو أن يكون الجميع، قصدي الاجتماع، مر بخير يا فندم. طبعا العميل انبسط وخدنا البيزنس. لقيت المفتاح تحت الباب وكين بره. متشكر يا فندم. وفي حاجة عندي متهيألي انها بتاعت حضرتك. بتاعتي انا؟ قصدي بتاعت العميل اللي كان مع حضرتك، لقيتها لما روحت امبارح بالليل. دي بتاعت مرات رئيس الوفد الياباني. احمد قلت لي عايز تشتغل في ريسبشن؟ يا ريت يا فندم. اوكي سيب الموضوع ده عليا.
السلام عليكم. وعليكم السلام. انت احمد؟ نعم. احنا مش عندنا ميعاد. اركب. اركب فين؟ مش عايزه مني ايه؟ اركب وانت تعرف. انتي واخداني على فين؟ على الفيلا. فيلة مين؟ فيلتك اللي على البحر. سوري انا بحب واحدة تانية. هي عندك في الفيلا؟ طبعا لا. يبقى تمام. اتفضلي. المرحوم ده ما كانش راجل سهل. انت بتتكلمي على ايه؟ عايز تعمل مليون جنيه؟ نعم. مليون جنيه ليك انت لوحدك. بمناسبه ايه؟ انا عايزه نفضل هنا لوحدنا طول الليل. انت بتاخدي كام؟ ياه انا بحب المكان ده قوي. قصري. هقولك، المرحوم عم جدك كان غني قوي وكان شايل كل ثروته في خزنه البنك، وانا الوحيده اللي عارفه اسم البنك. انت مين اساسا؟ دينا. وش معنى انت بس اللي عارفه؟ المرحوم كان بيثق فيا قوي وكان بيعتبرني زي بنته. كل اللي ناقص المفتاح، والمفتاح موجود في الفيلا دي، وانا مش ماشيه من هنا الا ما الاقي المفتاح. هي الخزنه دي فيها كام بالظبط؟ مش شغلك. يبقى مفيش مفتاح. الخزنه فيها مجوهرات بحوالي 120 مليون دولار. كام؟ 120 مليون. اهلا 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 احمد. اهلا اهلا يا دينا، يا جميله يا غاليه. اهلا، انا هدور معاك لحد ما نلاقي المفتاح باذن الله. مين دول؟ ده اشرف المصور صاحبي. ما تخافيش ما تخافيش. المهم هنقسم الفلوس دي ازاي؟ المجوهرات دي كلها بتاعتي لان الوريث الوحيد الشرعي للمرحوم. لا لا لا، المجوهرات دي من حق انا لاني صاحبك الوحيد وحبيبك. انا الحق عليا اللي قلت لك، وبعدين قانونا المجوهرات دي مش موجوده. طب نلاقي المفتاح الاول وبعدين ربنا يحلها. انا همشي وانتوا بقى دوروا على المفتاح براحتكم، ولما تلاقوه تبتبلوه تشربوا ميته. استني يا دينا، استني يا بنتي، استني استني. بقول لك ايه، كل شيء بالخناق ما عدا المفتاح بالاتفاق. انا كل اللي عايزه من الدنيا هي نور. طب وهي نور هتبص لك من غير ما يكون عندك فلوس؟ الا صحيح، هي مين نور؟ سيب الصوره دي، احسن بنت في الدنيا دي. طبعا، بس انا مش هفضل اصور فضايح كده طول عمري. انا مش هسيبكم. اوكي اوكي، نتفق 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 نتفق. مش هقدر اشوفك تاني. ليه بتقولي كده؟ اعتبر انك ما قابلتنيش. انا ممكن اموت نفسي علشانك. من فضلك ما تقوليش كلام زي ده دلوقتي. انا بحبك. ما تقولهاش. بس انا فعلا حاسس كده. معلش ما تقولهاش دلوقتي. يبقى مش عاجبك. بالعكس، ده انت اطيب انسان شفته في حياتي. امال في ايه بس؟ اوكي سوري. في حد تاني في حياتك؟ طيب ممكن نكمل الموضوع ده بكره؟ مش عارف. باي باي. والبنت دي حلوه؟ انت عارف حضرتك ان انا بتاع الاخبار الحلوه يا طارق بيه. انت قلت لي اسمها ايه؟ دينا يا طارق بيه. دينا. صحيح. طب امشي انت دلوقتي وبقولي لو حصل حاجه في الموضوع ده. انت
تحت امرك طارق بيه، بس بعد اذن حضرتك كان عندي طلب صغير. يعني امشي انت دلوقتي، نتكلم بعدين. تحت امرك احمد باشا. انا لسه موصي طارق بيه عليك تاني. ها توفيق. صباح الخير يا احمد. مالك مبوس كده يا اخي؟ ده حتى الجو جميل النهارده. مفيش حاجه يا طارق بيه. بتعرف تلعب؟ لا. طب ما تتعلم يا اخي، دي لعبه حلوه قوي بتريح الاعصاب ان شاء الله. قالوا لي ان في عميله مهمه قوي جات لك المطبخ الاسبوع اللي فات. ايه النظام طارق بيه؟ المره اللي فاتت اديت لحضرتك مفتاح الفيلا عشان تعمل حفله لعميل مهم، روحت لقيت توكه مرميه على الكنبه. رأي احمد، احنا مش صحاب ولا ايه؟ ما اعتقدش يا طارق بيه، انا بشتغل عند حضرتك. طارق. انجي ازيك؟ بعد اذنك يا طارق بيه. استنى احمد، في موضوع مهم عايز اتكلم معاك فيه. ما تاخدش المساله جد قوي كده يا اخي. طارق وحشني قوي. انجي عامل ايه؟ اعرفك احمد صديقي في الكفاح. هاي احمد، احسن موظف عندي في الاوتيل. بس دلوقتي بقينا اصحاب مش كده احمد؟ يلا بينا نشرب حاجه في الريستوران. يلا بينا. اعذروني انا عندي شغل. ليه يا راجل؟ تعالى اشرب معانا فنجان قهوه. انا بعمل برنامج جديد دلوقتي هيكسر الدنيا. برنامج ايه؟ احكي لي. برنامج لاكتشاف المواهب الجديده، بس غير كل البرامج اللي موجوده دلوقتي. يا ستي كلكم بتقولوا كده وبعدين نلاقي كل البرامج زي بعض. بذمتك لجنه التحكيم بتاعتكم مش بتظبط المواهب عشان يكسبوا؟ على فكره طارق مفيش حاجه في دماغه غير حاجه واحده بس. واحده بس؟ قول لي بقى كام دلوقتي. فاكر النوته اللي كنت بتكتب فيها اساميهم؟ اسكتي، مشكله الاسامي دي صعبه قوي، بس يستاهل التعب اكيد. في حاجه احلى منهم؟ لا طبعا. بس انا اعرف انك بتحب الفلوس قوي يا طارق. طب واحنا بنعمل فلوس ليه؟ مش عشانكم برضه؟ المهم بنطلب منهم ان هم يعملوا فيديو كليب كده يعني على قد ما يقدروا، ولو كسبوا معانا بنعمل معاهم عقد لمده 10 سنين. لو كويس ممكن يكسر الدنيا. بس مش دي مساله مكلفه شويه؟ ولا مكلفه ولا حاجه. لو حد عنده صاحبه او جاره وعنده كاميرا فيديو واغنيه بسيطه وبيعرفوا يصوروا، صدقني لو عنده موهبه فنيه بتبان. مهم الموهبه الفنيه دي مش كده؟ اكيد. طب معلش هسيب قناه تتكلموا مع بعض، بعد اذنك يا طارق بيه. ايه عاجبك؟ باين عليه انسان طيب. لما هو طيب انا بايه؟ انت مفيش زيك يا طارق. ممكن كارت من حضرتك؟ اه طبعا اكيد. ايه يا احمد انت عايز تغني ولا ايه؟ ما افتكرش يا طارق بيه، انا سايب موضوع الغنى ده لحضرتك. وهكتب لك كمان رقم الموبايل بتاعي عشان صحاب طارق صحابي. كويس. مع السلامه. هو ايه النظام؟ مراتك ازيها يا طارق؟ ما بلاش سيره الموضوع ده. بتعمل ايه يا ابني؟ حد يصور دبانه؟ ميزو عايز منك خدمه. اوكي. يا ابني استنى انا لسه قلت حاجه. تعرف تصور فيديو؟ فيديو؟
انا مش قادر استنى، لازم افرجها لها النهارده. انا هروح استناها في القهوه اللي تحت بيتها لحد ما تنزل، حتى لو استنيت للصبح. اجي معاك؟ لا لا، انا عايز اكون لوحدي. جود لك. انتي بتعملي ايه كده؟ بقالي نص ساعة قاعد مستنيكي. انت عايز مني حاجة واحدة بس يا ستي، مش هقرب مني تاني خالص لحد الموضوع ده ما يخلص خالص. مفيش فايدة فيك، فهمي بقى، هي دي الطريقة اللي الرجالة بتحب بيها. يبقى مش عايز رجالة. يا نور انا بحبك. تفتكر انك هتفضل تحبني لو خليتك تعمل كده؟ احبك اكتر. انت عمرك ما هتنسى النور دي لو معي انا لوحدي. والله انا كنت عبيطه لما صدقت انك بتحبني. هو اللي كان مش فاضي شغل الستات ده.
هي ليه الناس بقت وحشه قوي كده يا عم مدبولي؟ اهلا اهلا يا احمد، مالك يا ابني؟ هي ليه الناس بقت وحشه قوي كده؟ الله، هو في ايه؟ قول لي يا احمد، انت بتحب؟ والله ما انا عارف يا عم مدبولي، نفسي ارجع واعيش وسطكم هنا زي الاول. لا 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 لا، انت لسه يا ابني قدامك مشوار طويل، اتسلح بالايمان وامشي ورا قلبك، وهو اللي هيدلك على الكويس والوحش. بس الواحد بقى متلخبط، كل واحد مننا فيه الكويس وفيه الوحش، حكمته بقى. والستات الستات دول حكايتهم حكايه، وبرضه فيهم الكويس وفيهم الوحش. تعرف يا احمد اهم حاجه في الدنيا ايه يا ابني؟ راحه البال. ودي وصلها ازاي بس؟ بالايمان، بالايمان يا ابني. الله اكبر الله اكبر، والعزه والجلال لله. يلا يا ابني قوم نصلي الفجر سوا حبيبي. شكلك زعلان، ايه اللي حصل؟ اسكتي، مش عايز اسمع صوت واحده ست. انتوا كلكم ولا الكلب زي بعض؟ تقريبا احنا ممكن نعيش مع بعض من غير ملاحظاتك الوقحه دي. يعني خلاص مفيش حد مخلص في الدنيا دي؟ نور، كنت فاكر انها الوحيده اللي كويسه فيكم. هي نور دي حلوه؟ احلى واحده في الدنيا، ولا يمكن اصدق انها تعمل حاجه زي كده مع طارق زفت وهنا عادي. تعالى، انت عارف ان شكلك ممكن يبقى جامد قوي. قصدك ايه؟ اولا ايه النضارة الفظيعة اللي انت لابسها دي؟ تقيلة قوي. انا مش شايف حاجة. في حاجة اسمها عدسة لاصقة. كنت فاكر الشكل مش مهم بالنسبة للراجل. انت عارف ان عينيك حلوة قوي. سيبيني في اللي انا فيه. لا بجد، انت عينيك حلوة قوي. انت عملتي كده ليه؟ كويس اهو.
تصدق حزنك مهما قالك دي الايام هتبدا بس نعيشها تاني انسى الماضي كله بكره احلى منه ارحك لو يعني مع كل الستات اللي المرحوم كان بيعرفهم كان بيحب بجد ثلاثة بس. المرحوم كان بيقول ان كل حاجة في الدنيا مؤقتة، حتى الحب. حتى الحب، بس انت مش لازم تفكر زيه. دي بقى نمرة واحد، منى. بس ازاي بتشتغل كده؟ مش بتقولي ان المرحوم كان غني قوي؟ دي بقى ما كانتش بتحبه عشان فلوسه، دي كانت بتحبه هو. هو لسه في ستات بالشكل ده؟ طبعا في. المرحوم كان بيعرض عليها فلوس الدنيا وهي بترفض. ما تيجي نروح نكلمها؟ بلاش احسن. اشمعنى؟ لانها ما تعرفش انه مات. وهي لسه مستنيه؟ دي متاكده انه هيرجع لها. وهو المرحوم كان بيقول لي ان هي سايباه يعيش حياته، بس هو بالنسبه لها كان كل حاجه في حياتها. الحمد لله، ده انا كنت ابتديت افقد الثقه فيكوا كلكم. ودي التانية. أنهي واحدة فيهم؟ اللي في النص. معقول؟ المرحوم كان بيحب دي؟ الحب أعمى يا أعمى. بس إزاي؟ المرحوم حبها قوي وكان عايز يصلح أخلاقها، لكن ما قدرش. أنا كنت فاكر إنه ممكن يعمل أي حاجة بفلوسه. مش كل حاجة، دي بقى ما قدرش يشتري قلبها بفلوسه، وفعلا كان مجنون بيها. طب ليه ما خلاهاش تعيش معاه؟ كانت عايشة معاه، وكان مخلص لها، ووراها نعيم الدنيا، بس قلبها ما قدرش عليه. كانت بتحب واحد تاني؟ أقل منه بكتير، بس كانت بتحبه. والست لما تحب بتحب. ومين اللي ساب التاني؟ هو اللي سابها وقعد زعلان عليها فترة كبيرة، ودايما كان بيفكر يرجعها. ودي عرفت كمان انه مات ولا لأ؟ عرفت. وحبيبها؟ لسه معايا. والله دي حكاية غريبة قوي. تعالى التالتة دي بقى هعرفك عليها بجد، دي حبيبة قلبي. اطيب راجل في الدنيا. انتوا ها؟ لا بلاش الافكار دي، انا لسه مقابلاه من كام يوم. بذمتك مش جميل؟ مش كده؟ تعالوا معايا. الحقيقه انا ما كنتش اعرف عنه حاجه غير من كلام ابويا، بس المرحوم كان مثله الاعلى.
المرحوم كان مثل أعلى لكل الناس، كل الناس كانت بتحبه، كان بيحب مصر قوي. أكتر حاجة كانت مأثرة فيه إنه بعيد عنها. يلا هسيبكم لوحدكم في الجو الجميل ده. أنا عارفة إن أنا رغيت كتير قوي عن المرحوم، بس أعمل إيه؟ مش قادرة أبطل تفكير فيه. ما كنتش متخيلة إنه ممكن يموت. ما تخليكي قاعدة معانا يا فاطمة. لا أنا هسيبكم لوحديكم هنا شوية عبال ما أعمل كام مكالمة وأجيلكم على طول. باي باي. هي تعرف حاجة عن موضوع المجوهرات ده؟ إزاي؟ ده أنا حاسس إنها كانت قريبة قوي من المرحوم. ده أكيد، بس المرحوم كان ذكي قوي وكان عارفها كويس، وعارف إنها تعيش كده أحسن من غير وجع دماغ المجوهرات دي. وبعدين فاطمة مش محتاجة. يعني ما كانش بيحبك أنت بقى؟ كان بيحبني بس بشكل تاني. انت بتعرفي ترسمي؟ وانت عرفت ازاي؟ شكلك فنانة. انا عارفة انت بتفكر في مين دلوقتي. هو حرام لما يكون الواحد بيحب بجد. بالعكس، دي احلى حاجة فيك. بعد انك طبعا. انتي واخداني على فين؟ تعالى بس. ايه المكان الغريب ده؟ دينا؟ خفت؟ حد يعمل كده برضو؟ قولي، عايز تعرف ايه اللي هيحصل؟ فاطمة افتحي لأحمد الكوتينة. لو كان هو عايز يعرف عن حاجة معينة يعني. يلا بقى يا فاطمة. فنطها كويس واختار 7 ورقات بإيدك الشمال وافرش الورق على الترابيزة. شاطرة قوي. شوف يا أحمد، انت حاسس انك اتخدعت من شخص بتحبه واعتبرت ان اللي عمله ده خيانة. لازم تراجع نفسك وتفكر هو عمل كده ليه. يمكن تسامحه. في واحدة هتدخل حياتك وشايلة أسرارك، هتوريك طريق فلوس وممتلكات طول عمرها من حقك انت. قلبك بيحب لكن حيران. قدامك سكتين، سكة يمكن تكون صعبة عليك تقبلها لكن نهايتها فيها سعادة كبيرة قوي، وسكة تانية هتكمل فيها حياتك زي ما انت متعود عليها، سكة أسهل بس ما فيهاش جديد. انت إنسان طيب وعندك كرامة، مش مهم عندك الفلوس، لكن في ناس تانية بتجري وراها، واللي بيجري ورا الفلوس ممكن ياخدوها، لكن حبيبك علشان بيحبك مش هيسيبهم يفرحوا فيك. ولما تيجي تاخد القرار امشي ورا قلبك وشوف هو هيقولك ايه، واسمع كلامه مهما الناس قالتلك ومهما الناس كانت. قلبك بس هو اللي هيعرف الكويس ليك من الوحش، بس يا ريت تسمع له. يلا قوم قوم، انا ورايا شغل وانتوا لسه هتسوقوا في الضلمه. هقوم. بتتوديني يا فاطمة؟ انا ما اقدرش، انا نفسي تيجوا تعيشوا معايا هنا على طول، بس كله في وقته.
مساء الخير مدام انجي. انت عارفه ان احمد صعبان عليا جدا. وانا كمان انسان حساس قوي. بس هو صعبان عليا من حاجه تانية. حاجه ايه؟ انا عارف ان الصحوبيه تستوجب عليا اني ما اقولوش، وتستوجب عليا ايضا اني ما اقولكيش انت كمان، بس انا مش قادر ما اقولش لحد. شرف المهنه بياكلني. قول يا اشرف قول. بس توعديني انك ما تقوليش لحد. اوعدك. توعديني بايه؟ قول بقى. والله ما هقوله. يوم ما طارق بيه جاب نور الفيلا انا صورتهم من الجنين. مش قادر احمد الفيلا، مش هاين عليا. اوعى تفتح بقك بكلمة. هي نور فين؟ الظهر ما جاتش النهاردة. هي عيانة ولا حاجة؟ هي دي بتاعي أبدا. صباح الخير. أنت بتعمل إيه؟ بارك لي يا أحمد. على إيه؟ خدت مكانك. ايه حضرتك اترقيت ورحت الريسبشن. انت متاكد؟ طبعا يا احمد. طب نزل رجلك. يلا جود باك. ميرسي. باي باي. حلوه قوي النيو لوك دي يا احمد. انت بقالك هنا مده بس عمرنا ما اتكلمنا. انت اللي ما كنتش بتردي حتى صباح الخير. حلوه منك انت دي، كنت دايما بسمعك بتقول حضرتك. يعني انت ما بتحبيش تبقي محترمه؟ طبعا بحب، بس برضو بحب الراجل يبقى راجل. حتى في الشغل؟ بالذات في الشغل. طب اجري يا بنت بقى اعملي لي فنجان قهوه. حاضر يا سي السيد. على فكرة أنا هعمل لك القهوة بس بمزاجي. همسة، كل ده عشان قلعت النظارة؟ أصل النظارة كانت مخبية حاجات كتير. أنت تعرفي نور كويس؟ يعني محدش بيعرف. ما تكمليش. بس أكيد ليها مفتاح. فكرتيني، لازم أعمل مكالمة. أنت بتحبها ولا إيه؟ مالكيش دعوة. ده أنت بقيت صايع قوي. سيبيني لوحدي شوية. هجيب لك القهوة، إحنا لسه قلنا حاجة.
مبروك يا احمد على الريسبشن، والله يلاقي عليك. بقولك ايه، ابقى شوف لي العميله الجديده اللي قالوا لي انها جات لك المطبخ، بيقولوا انها عميله مهمه قوي. انت مالك في ايه؟ مفيش، عايز اشوفها. اوكي. دينا انت متاكد انك ما غيرتش حاجه في الفيلا؟ انا الفلوس مش في دماغي دلوقتي. لو حاجه على نور لو سمحت ما تدخلنيش انا في الموضوع ده. طارق زفت باين عليه عايز يضمك للليسته بتاعته، عايزك تعرفي منه بالظبط عملي مع نور ليلتها. وطارق زفت ده شكله ايه؟ شكله ايه يعني ايه؟ راجل زي كل الرجاله بتهرج. لا لا لا، حضري نفسك هنروح فرح النهارده بالليل، هفهمك بعدين مش مهم. مش قلت ان هو متجوز؟ امال مراته فين؟ عمره ما بياخدها معاه في حته برضه. عادي سيبه عليا. مش محتاج، هو شافك خلاص ابن الكلب. هي نور هنا؟ مش وقته. هبه سلماوي مبيعات؟ نو. هبه سلماوي مبيعات؟ لا. مش هبه سلماوي مبيعات؟ العروسه فين؟ هبه سلماوي من المبيعات؟ لا 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 لا. ولا انت؟ لا لا. هبه سلماوي من المبيعات؟ لا لا لا. هبه سلماوي من المبيعات؟ لا لا لا. امال العروسه فين؟ على ميزو. احمد مش تعرفنا على ملكه الجمال اللي معاك؟ دينا الزيات طارق بيه. اهلا وسهلا، اتفضل اتفضل يا احمد. لا ما يصحش، احنا بعد اذنك هنروح نقعد مع باقي الموظفين. يا راجل اتفضل انت والمدموزيل اللي معاك. مش مدموزيل برضو؟ اتفضلي. اهلا 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 اهلا. هبه سلماوي من المبيعات؟ هبه سلماوي من المبيعات على ميزو. لا ازاي؟ امال فين العروسه؟ يعني اني ما شفت واحده لابسه ابيض. لف يا ميزو لف. العروسة فين؟ باين عليه صحيح الكلام اللي بسمعه عنك. كلام ايه؟ انا ما كنتش اعرف ان انا مشهور قوي كده. يعني معروف عنك انك بتحب الجنس اللطيف. أنا بحب الجنس حتى لو كان مش لطيف. أنت جريء قوي يا طارق بيه. ما بلاش طارق بيه، خليها طارق بس. هبة سلماوي. أنا هبة بس مش سلماوي. ربنا يسلمك إن شاء الله. أنا زهقت قوي من الدوشة اللي هنا، ما تيجي نروح مكان تاني. هنروح فين؟ أنت بتسوقي؟ طبعا. طب اطلعي أنت الأول وأنا هحصلك. إحنا هنروح فين؟ سوقي أنت وراي بس. راجل كذا مرة كذا مرة مش خالي.
والله كل مره نفس الكلام. ما تسيبنيش معاه اكتر من ساعه، ده راجل غلس قوي. ما تخافيش، انا عرفت هو هياخدك فين من سكرتيرته. طيب باي. كنت بقول ايه؟ اه الراجل كذا مره كذا مره ومش راضي يسكت. خلاص فعلا مش قادر استحمل. لو ما كانش حكايه الولاد ديت. احنا اتفقنا تحكي لي عن كل مغامراتك العاطفيه ولا هنرجع في كلامنا؟ اشربي الاول. ممكن اكمل واين. اوكي. معلش انا مبسوطه كده، زهقت من كل الرجاله انانيين كلهم عايزين حاجه واحده. طلعت النضاره ليه؟ عايزه تقنعيني ان مفيش راجل انت بتحبيه؟ مفيش راجل يستاهل، وانا مش ممكن افرط في نفسي كده بسهوله زي بقيه البنات التانيه. انت بتتكلمي جد؟ امال عايز تقول ايه؟ لا ولا حاجه، بس انا خلاص ما بقتش اثق في اي واحده. عندك حق، بس مش كل البنات. انا ما حدش هيلمسني غير واحد بس، الراجل اللي هتجوزه. انت بتتكلمي جد؟ امال انت عايز تقول ايه؟ انت بتتكلمي بجد؟ طبعا انا بحب الراجل الصايع اللي يعرف بنات كتير. بس معنى كده ان انا هفضل احكي لك لغايه الصبح. انت مش شايفه ان احنا خلينا في اللي احنا فيه احسن؟ يبقى حسب الحروف الابجديه. تعرف كم واحده يبتدي اسمها بحرف ال حرف النون؟ اشمعنى حرف النون؟ اللي جه على بالي. اعملك واحد تاني. لعينك. حرف النون، حرف النون. بقولك ايه؟ احكي لي انت قصة حياتك. انا حاسة اني بايخة. قول بقى، يلا قول. حرف النون، حرف النون، حرف النون، حرف النون، حرف النون، حرف النون، حرف النون. ودينا. الموضوع مش زي ما انت فاكره، احكي لي كل حاجه عنها. بس انا حاسه انك بتحبها هي. انا عمري ما حبيت غيرك انت، نفسي اصدقك. تصدق ايه؟ انك ما بتضحكيش عليا. هضحك عليك ليه؟ وطارق بيه؟ طارق بيه وكل الفندق كلهم حاولوا معايا، لكن انا مش ممكن اغير مبادئي. انا بكرهه، كلهم عايزين نفس الحاجه. حتى انت اللي كنت فاكرك طيب بتفكر فيا كده. انا زهقت من كل الناس في البلد دي وطريقه تفكيرهم. انا لازم اسيب البلد دي كلها وهاجر. دين ده مفيش حد باين يا ابني، عربيتها بره. انا صورت كل حاجه. صورت ايه؟ صورت قابلها مكان معروف في الفيلا. وايه اللي حصل؟ والله ما اعرف. انت بتستعبط؟ والله العظيم ما اعرف حاجه، اصل ما رضيتش احمد الفيلم. والفيلم ده فين؟ عندي في المطبخ.
ابعد عني دينا. انا يا ابن الكلب. دينا. انا مش طارق، انا احمد. انا احمد، سامعاني؟ الحمد لله اني كويسه. احمد قولي لي حصل ايه؟ مش فاكره اي حاجه. الفيلم يا نهار اسود، ده المفتاح. يعني نور لقيت المفتاح من قبل حتى ما اوصل انا الفيلا؟ بس هم عارفوا موضوع المفتاح ده ازاي؟ هانا موبايلها مقفول. ابن الكلب. ابن الكلب. ابن الكلب. ابن الكلب. ابن الكلب. ابن الكلب. في ايه؟ احنا لازم نتطلق. طب بكره نتكلم. انت طالق. بكره نتكلم. انت طالق. طابة موبايله مقفول. انا مش عارفه انا قلت له ايه. يعني انت ممكن تكوني قلتي له على اسم البنك ومكانه؟ مش فاكره. هو البنك فين؟ ما اقدرش اقول لك. لا فالح، هنعمل ايه دلوقتي؟ وانت شايل الفيلم ده عندك من ساعتها وسايبنا اتقطع وشك في نور؟ نور نور نور، انا زهقت منك ومن نور. دينا عجبك كده؟ انا مش فاضي لعب العيال ده. هاتي المفتاح. قلت لك مش معايا، وحتى لو معايا مش هديه. انا الحق عليا ان دخلتك في الموضوع ده اساسا. احنا هنهزر بقى ولا ايه؟ انا لسه سايب المدام عشان خاطرك. عشان انا ولا عشان الفلوس؟ يا نور مالك، في ايه؟ انا بحبك يا ستي. توظف الفلوس. يلا بينا نروح نجيب المفتاح ونسيب البلد دي كلها. انا مرضى بكل حاجه، صدقيني يا نور. مش عارفه ازاي كنت مصدق كلام انت. اهرب انت لوحدك. اهرب اتنيل؟ اعمل ايه من غير مفتاح؟ هتعمل ايه يعني؟ هتاخده مني بالعافيه؟ لو اضطريت. اه كمال. لا عمرك يا طارق بيك. وقف المزيكا. ليه يا طارق بيك؟ روح انت دلوقتي. عمرك. عملت ايه في دينا؟ وفين المفتاح؟ كان انت بتعدي اللي بتعمله ده؟ انت مفقود. عايزين نشتغل عندكم تاني. فين المفتاح؟ سلام.
واحده بتاعك انت؟ يعني انت ما كنتش تعرفي؟ انا ما كنتش اعرفك. ترى اللي كان بيكذب عليا بيخترع لي الحكايات دي وللاسف صدقته. ايه اللي حصل يا طارق بيه؟ وانت بيجي حاجه من وراك غير المصايب؟ ليه بس حضرتك؟ ما هي كل حاجه ماشيه زي الفل اهو. هو ده بقى الواد اللي بتقولي عليه سهتان وعلى نياته. ها سيبك منه يا طارق بيه، احنا مش عرفنا مكان البنك ومعانا المفتاح. مش عايز المفتاح لسه مع البت الهلفوته دي، وطبعا هيروح ياخد الفلوس. هياخدوها منين؟ دينا هي الوحيدة اللي عارفة مكان البنك وهيتكلت. بتقول ايه؟ انت عارف حضرتك طبعا ان انا بتاع الاخبار الحلوة. دينا عملت حادثة ومرمية في المستشفى ودخلت في غيبوبة طويلة. لا يا شيخ، وما قلتش كل ده من الصبح. يبقى هرجعولي ورجلهم فوق رقبتهم. بس الواد احمد ده انا مش عايز اشوفه تاني. ما يهمكش منه يا طارق بيه، انا بعرف اتعامل معاه كويس من ساعه ما جبت له الشغلانه اللي في الاوتيل. انا رفضته. ليه بس كده يا طارق بيه؟ ما تخلينا هادين لغايه ما المفتاح يبقى في ايدينا. طب روح انت دلوقتي شوف ايه اللي بيحصل. انت لسه طبعا عند وعدك ليا ال 10% بتاعتي. 10%؟ مش كانوا 5؟ انت عارف حضرتك الموضوع دخل في الجد وعايز شغل. طب سيبني لوحدي دلوقتي، ومش عايز مخلوق يعرف انا فين. أوامرك حضرتك. اتصل بالرقم ده اول ما توصل، ابن اختي عايش هناك وهو هيقوم بالواجب. اشكرك. طارق قال لي اسم البنك وانا معايا المفتاح. وما هربتيش معاه ليه؟ مش انت بتحبني؟ طارق بيحب الفلوس والستات وعايز يهرب من مراته، وحتى لما يتجوزني هيجي يوم يهرب مني انا كمان. طب ليه ما تهربيش انت لوحدك؟ مش عايزه اكون لوحدي، عايزاك معايا. انا والفلوس؟ انا احسن من كل البنات اللي انت بتشوفهم حواليك، على الاقل محافظه على نفسي. بس برضه كدابه. مفيش واحده ما بتضطرش تكذب في الغابه اللي احنا عايشين فيها دي. أنا تعبت عشان شكلي ومظهري يكونوا كده، وألاقي الراجل اللي يحبني ويحميني حتى من نفسي. أنا كان ممكن أموت نفسي علشان. طب يلا اهرب معايا بقى، أنا معايا مفتاح، وأكيد دي نقيت لك على مكان البنك. أنت مش لسه قايلة إن طارق قالك عليه؟ وإيه حكاية أبوكي اللي ائتمنوا المرحومة على أسراره وطلع؟ أبويا ملوش ذنب خالص، أنا اللي سمعته بيتكلم صدفة مع ماما عن حكاية المجوهرات. يعني أنت اللي مدبرة كل ده؟ روح لطارق، زمان مشغول عليكي. ما انت معاكي المفتاح. طارق ما يهمنيش دلوقتي. ما يهمكيش ازاي؟ مش هو اللي يعرف طريق البنك؟ انا عارفه انك بتحبني، انا عارفه بتحبني يا بابي، بتحبني، بحبك يا بابي. بعيد عن انت هتيجي معايا ولا لا؟ لا. Thank you.
بتعمل ايه هنا؟ رجع لي الواد الصايع بتاعك. انا معايا مفتاح وانت الوحيد اللي تعرف مكان البنك. اخيرا عرفت ان الله حق. انا كان ممكن اعمل الموضوع ده كله لوحدي. دخلتني فيه ليه؟ انا الحق عليا اني بحبك وعايز اتجوزك؟ مش مهم تتجوزني، انا عايزه نص المجوهرات. الله 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 الله، قولي كده بقى، يعني طول الوقت ده كنت بتغني عليا انا؟ هاتي مفتاح. طارق انت اتجننتي. انا بتكلم بجد. ايه ايه؟ ما تخافيش، نص مجوهرات. هو البنك فين؟ مش هقولك، المفتاح الأول. لا المفتاح خليهولك. رجلي على رجلك. من عيني. مبروك. مبروك. ان احنا خلاص النهارده وصلنا للفاينل، واللحظات الحاسمه اللي جايه هتكون مهمه جدا، عشان بعد ما كان متقدم لنا كميه كليبات وفي الاخر اخترنا الكليب بتاع نور والكليب بتاع فارس، تفتكروا مين اللي هيفوز معانا، نور ولا فارس؟ التصويت وقف، ودلوقتي هنعرف من خلال مكالماتكم وتشجيعكم هنا في الاستوديو وفي البيت مين اللي فاز معانا. تفتكروا مين، اغنيه نور ولا اغنيه فارس؟ معانا الاغنيتين، الاغنيتين حلوين جدا. اكيد نور وفارس بيتفرجوا علينا دلوقتي، واكيد هما الاثنين كمان متوترين قوي، عايزين يعرفوا اني اغنيه اللي كسبت، اغنيه نور ولا اغنيه فارس. الاغنيه اللي فازت معانا هي اغنيه نور. ألف ألف مبروك. أكيد أنتوا بتشوفينا دلوقتي متحمسة جدا وعايزة تكوني معانا. أكيد إحنا عموما هيتم الاتصال بيكي على طول، ودي نقطة بداية بالنسبة لك، عايزينك إنك تكوني متشجعة جدا وتيجي وتكملي. وعايزة أقول لك على فكرة، الأغنية دي أنا عن نفسي بحبها قوي. أنا كنت متأكد إنك هتعملي كده. صدقني بقى أنا بحبك. مبروك. أنا ممكن ما أروحش. إزاي بقى؟ انت لازم تروحي، انت كسبتي. وانت هتيجي معايا؟ ده نجاحك انت. مش انت السبب، انت اللي تستاهلي تكسبي. تفتكر هتقدر تسامحني؟ مش عارف. على فكره دينا بقت كويسه. صحيح؟ هي فين؟ انتوا عرفتوا هي فين؟ روح لها. انا عارفه انك مش هتقدر تنسى. روح لها بجد. انا عارفه انك مش هتقدر تنسى، بس انا عمري ما انسك. يا
لقيتيهم؟ لقيتك انت. بس انت كنت عايزه المجوهرات. انا كنت عاوزاك انت. انت شوف بحبك انا من امتى مش هعيش معاك.